مساء الخير، بنرحب بحضراتكم. يوم جديد النهارده، محضرين لحضراتكم فقرات كتيره ومختلفه واساتذه متخصصين. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي دينا. مساء الخير يا دينا. مساء النور، اهلا بيك يا سماح، وحلقه جديده من زينب تعمل بيوت على مدار ساعه ونص بنتكلم معاكم في كل حاجه بتهم الاسر المصريه، ده غير طبعا فقره المطبخ اللي من خلالها بنقدم اطباق تكون سهله كده وخفيفه لفصل الصيف. اول فقره معاكي هتكون ايه؟ النهارده هنتكلم عن الست المصريه الحقيقه اللي ما بتدخرش اي مجهود سواء كان بدني او حتى مجهود نفسي او فلوس لصالح ابنائها. النهارده ان شاء الله هيكون معانا ام مصريه اكتشفت موهبه عند ابنها من الصغر، وابتدت انها تشتغل على الموهبه دي لحد ما ابنها وصل لبطل العالم في المصارعه وحاصل ايضا على الميداليه البرونزيه. هنعرف منها ايه سر النجاح، ازاي قدرت انها تكتشف الموهبه دي، ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا معاها ان شاء الله. فكره حلوه جدا. والحقيقه دايما يا سماح الام هي اللي بتكون مصدر زي ما نقول كده الطاقه، مصدر صحيح الحياه لاولادها. احنا النهارده هنتكلم برضو حاجه ليها علاقه بالاسر المصريه. الحقيقه اكتر الناس دلوقتي بتفكر في ايه؟ بتفكر في نتيجه الثانويه العامه. خلاص كلها ايام بسيطه جدا والنتيجه ان شاء الله هتظهر، ويا رب كده كل الاهالي فرحانين باولادهم. هنتكلم عن ازاي ان انا افكر في الكليه المناسبه لمجموعي، ازاي ان انا افكر كمان للكليه المناسبه لقدراتي، وكمان هنتكلم عن نسبة النجاح السنة دي الحمد لله كويسة جدا، فهنطمن كده شوية المشاهدين، وبنتمنى طبعا النجاح لكل الثانوية العامة. دي هتكون الفقرة بتاعتي. أنا الفقرة الثانية إن شاء الله هنتكلم بقى عن فصل الصيف والحرارة الشديدة، وإزاي نقدر إن احنا نحمي بشرتنا ونعتني بيها. في بنات كتير تقولك أنا سمرة شوية، أنا عايز، ما تعرفش إن السمار ده نص الجمال، عايزة إنها تفتح بشرتها. ازاي نقول لها على ماسكات طبيعيه تفتح من خلالها بشرتها، لان اي حاجه كيميكلز اكيد بيبقى ليها تاثير ضار على البشره. وكمان الشعر، الشعر هو تاج المراه وزينتها، ازاي تقدر انها تحافظ عليه. جميل جدا. كمان طبعا من خلال ان احنا دايما بنحب نهتم بجسمنا وبشكلنا وببشرتنا، فاهم حاجه هو الاكل الصحي. هيكون معانا النهارده فقره مهمه جدا عن الاكل الصحي، وشيء وطبعا مطبخ زينب بتاع البيوت اللي هيكون منورنا النهارده فيه شيف هبه يوسف. اهلا بيك يا شيف هبه. اهلا بحضرتك. في البدايه حابه ارحب بحضراتكم، وان شاء الله النهارده بامر الله معانا حاجات خفيفه وامر الله نعملها ان شاء حاجات الله. صحيه جدا. انا شفت طبعًا المنيو كله حاجات صحيه. طبعا احنا داخلين يعني فتره الصيف دي بتبقى محتاجة أكلات خفيفة دهون أخف علشان الخمول، عشان التعب، عشان الطاقة، النشاط، صحيح، وفي نفس الوقت برضو الصحة. النهارده هتعمل لنا ايه بقى؟ احكي لي. النهارده هنعمل بانيه مشوي على الجريل، وهنعمل رز بالخضروات، وهنعمل شوربه شعريه بالخضروات، وهنعمل خضار سوتيه، وهنعمل سلطه فواكه، وهنعمل معاها زبادي. حلو قوي. صحي قوي النهارده. لا والمنيو كبير ما شاء الله. المنيو صحي قوي وكلها اكلات خفيفه. الصيف عامه بيحتاج يعني الاكلات خفيفه، دهون اقل، مش السريعه كمان، دهون اقل عشان اقدر الاقي طاقه بعد كده. صحيح. يعني اقدر اكمل بها يومي، لكن الاكلات الثقيله دهون عاليه، خمول ونوم، مفيش نشاط. كمان برضو خلينا نكون صراحه، يعني الجو بيبقى حر قوي في المطبخ في الصيف، فمحتاج اكلات مش تكون سهله وسريعه. حرام يعني الستات برضو بتتعب. يعني كل دي حاجات بتوجهنا للاكلات الخفيفه. خلاص مفيش احلى من المشوي. المشوي الحقيقه هو اخف حاجه. لا بعد الغداء يعني لو جربتي كلتي حاجات تقيله وكلتي حاجات عايزه انام خلاص، بعد الغداء هتلاقي نفسك مختلفه نهائي. صحيح. مختلفه نهائي. فان شاء الله نقضي صيف حلو خفيف يا رب. ايوه. ونخس كمان. الصيف كمان عامه بيساعد على نزول الوزن. هنتابعك خلال الساعة ونص من خلال الأطباق الجميلة اللي أنت هتقدميها لنا. تسلم إيدك مقدر. ميرسي. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل وهنرجع مع فقرة خاصة جدا مع زميلتي سماح، وهي الأم سر النجاح، بعد الفاصل. الأم هي سر النجاح، هي زي ما بنقول هي المدرسة، ومفيش أحسن من الأم المصرية الحقيقة اللي بتتفانى في تربية ولادها، والأكثر ذكاء هي اللي بتكتشف موهبة ابنها أو بنتها أو هم متميزين في إيه، وبتبتدي إنها تشتغل عليها منذ الصغر. النهاردة معانا نموذج مشرف لأم مصرية من خلال مجهودها ابنها وثمرت عمرها، وصل إن هو أصبح بطل العالم في المصارعة الحرة. بتشرفنا بالحضور دكتور نجلاء الناجي الإعلامية واستشاري
العلاقات الاسريه ووالده البطل ادهم ساري. اهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا منورانا. ميرسي. ده حقيقه حاجه مش غريبه على الام المصريه، حتى ولو كانت ست مش متعلمه، لكن بيكون عندها من الطاقه والعطاء انها بتوصل اولادها لافضل المراكز. عايزين نبدا مع حضرتك بقى رحله النجاح لادهم. قبل ما يعني اقول لحضرتك، انا عايزه اقول لك بس يعني بحكم شغلي انا يعني بطلع في الميديا كتير، قنوات كتير، لكن الحلقه النهارده بجد انفراد في غايه السعاده ان انا اولا مع حضرتك. تسلمي. ده من تاني حاجه ان انا موجوده بصفتي ام بطل، وده اكبر نجاح ممكن انا اشعر بيه في حياتي كلها. واضافه ليا، لان انا دايما اقول ان احنا لازم عشان ننجح لازم نبدا بالبيت بالاسره. يعني اللي ناجحه مع اولادها ومع جوزها اعتقد ان هي ممكن تنجح في اي حاجه، مهما كان نجاحك بره اولادك. انا شايفه ان ده مش نجاح. صحيح. ده حقيقي. رحله كفاحي مع ادهم كاي ام. هو الابن الوحيد؟ الابن الوحيد وبعد كده ثلاث بنات. ما شاء الله. فانا كنت بكسر القاعده ان هو دايما الابن الوحيد هو المدلل، هو الطفل اللي دايما متدلع اللي هو بتاع امه. انا ما عنديش ده خالص. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، انا بحكم شغلي انا بكروز اعلام، فانا في بدايه حياتي كنت متفرغه ليهم بجانب شغلي، ما عملتش دراسات عليا ولا درست صحه نفسيه الا مؤخرا عشان نقدر نوصل للمشاهد ان كطبيعه شغلي في الصحه النفسيه هي مش هي الاساس الاول، يعني مش كمختصه وصلت لكده. لا، انا وصلت لكده كأم في البدايه كأي ام مصريه. الصحه النفسيه دي دعمتني في اكمل مسيره نجاحه. خبرتك العمليه مع اولادك هي ابتديتي نقول تحققيها في المجال الاكاديمي. بالظبط كده. ولكن هذا مؤخرا، لكن كبدايتي كأي ام مصريه في البيوت، عشان الناس اللي بتشوفنا بتقول دي دكتور في الصحه النفسيه فهي اكيد عملت استراتيجيه وعملت حاجات، عرفت سيكولوجيه ابنها. لا، مفيش الكلام ده خالص. انا ابني من هو عنده 12 سنه بيسافر خارج مصر، ورحله الكفاح من قبل كده، من هو طفل بدين. ما كانش عنده اي هدف في الحياه غير انه ياكل. هل البدانه هنا هي كانت نقطه الانطلاق ان حضرتك حبيتي ان انت توجهيه وجهه كرياضه فقط علشان يفقد وزنه، وبعدين ابتدينا بقى نخش في الاحتراف؟ اللي حضرتك بتقوليه ده سؤال في غايه الروعه بجد. لان ده من اهم الاسباب ان انا عايزه كان ابني يخس. فابتديت ان انا الجا. واضافه ثانيه ان هو ما كانش طفل اجتماعي. عارفه لما توصلي لمرحله ان انت بتدوري على اولاد يلعبوا مع اولادك، يعني الاحساس ابنك ده احساس صعب جدا. طبعا طبعا. وانك تبتدي تغريهم بهدايا من طفولته وعشان يلعبوا مع ابنك، ده شيء محدش يتقبله. هو منورنا هو على الشاشه، كان نفسنا طبعا يبقى معانا، لكن عنده ظروف الحقيقه. فالصور اهي منورانا. اتفضلي. الصور دي في اليونان. خد ميداليتين ذهب. هو كان بيلعب كادد والشباب. انا مش عايزه اقطع كلامك. انا عايزه نكمل المسيره من اول بقى نقطه البدايه. فبدا ان انا اروح اقدم له سباحه، اتعلم السباحه بس ما حبهاش كموهبه. كنا نروح النادي فيه زي البساط اللي بيتمرنوا فيه المصارعه، معمول كده بسلوك حديد، فبيبقى الناس شايفاه، فيعدي يقف عند السلك ده ويبص على فلاقي الولد بيتشقلب كده وبيعمل اوضاع فيها مرانه غير عاديه. فانا ابص كده وهو واقع عمال يركز معاهم، فانا اخده وامشي. اروح ما حبش، قدمت له كاراتيه، قدمت له العاب قوه عشان تساعد على الوزن، تايكوندو، كل لعبه. انا يعني لدرجه ان انا في الرحله دي انا بجيب، هو كبير، اجيب البيبي اخواته فاكون معاهم واكون في قمه تعبي لاخواته وهو صغير، وبرده انزل معاه باصرار النادي انه يشوف ميوله، الاقيه مفيش، وبرده واقف عند المصارعه. حبيبي يعني انت في ايه السر؟ ايه اللي جواك؟ فالانطلاقه دي بقى، وانا هقولها لكل ام بتشوفني النهارده، شوفي ابنك بيحب ايه. صح. واشتغلي عليه. وهقول لك ده كمان هطبقته في حياتي في حاجه تانية هقولها لك بس لما اخلص دي. قدمت له وتشوفي بقى الاوزان والجسم والرشاقه. ادم دلوقتي بودي بيلدينج، فبيلعب جيم وبيهتم وعنده نظام هيلث صحي. عنده كام سنه دلوقتي؟ 18. ما شاء الله. والاكتر كمان ان هو بدا يطبق ده لينا في البيت.
يعني انا ام 40 سنه بدا يشتغل ماما ده الاكل ده هيلسي بلاش بيبسي بلاش بابا بقى كلنا رياضيين اصبح الجايد بقى بتاعكم في البيت خلاص احنا بيت رياضي ده ما كانش موجود احنا كان عندنا عادات سيئه في الاكل في النوم في كل حاجه فهو مش عيب انك تتعلمي من ابنك لا حاجات خلي. كويسه وان هو يضيف لك ده الصح المهم بدا ان هو اقدم له مصارعه وخلاص بدا يعني فالدكتور قال الكابتن سوري قال ان هو لازم ينزل الوزن الاول فيشتغل على العابكم استعنت بشخصيه معينه انه يبتدي ينزل الوزن وراح معسكر في طريق اسماعيليه وبكل قوه كان اول مره يسافر لوحده خالص وبدا يتصل بيا يقول لي يا ماما السرير من غير ملل اقول له خد مرتبه انت بطل انت بطل بقى تعايش خد مرتبه وهو ما كانش بطل ولا حاجه لسه في الدنيا لسه كان ولا حاجه ده كان عشان ينزل بس كوزن وبدا وبعد كده الاكل يا ماما سيء جدا يعني بقى ما فيش ملح ما فيش قلت له بابا كان متعاطف هو يمكن بابا بجد انا بكن له احترام وتقدير جدا لان هو لولا ما كانش ساعدني في ده في ايه بقى ان هو ما بيتدخلش في 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 في, في قرارات تربيتي معاه يعني هو يجي يقول لي كذا اقول له لو احنا الاثنين اختلفنا في النقطه دي مش هنعرف نوصل صحيح يا ماما انا عايز كذا اللي ماما تقول عليه ونبقى متفقين على قرار واحد ده جميل ده طبعا ده احد ده عوامل النجاح الحقيقه ده مهم جدا طبعا ويقول لي انت شايفه الاتجاهات وانا ناقشه ونقول قرار واحد تمام بعد كده الكابتن اللي هو قال لي لا ابنك مش نافع كلمات الاحباط بقى وتعالي خدي انا حاولت معاه مفيش فانا جايه بقى سايقه من طريق اسماعيليه وبعيط يعني بصراحه وعندي حزن والم فقال لي اوعدك اوعدك لوحدي ان انا هعمل قلت له اذا كان هناك وصحراء وهناك بقى يعني هم عاملين لهم فندق هناك ونظام وانت ما عرفتش يعني قال لي اوعد ابتدت دي بقى من الموقف روح بقى. التحدي ابتدت هنا بقى تتزرع فيكوا انتوا الاثنين بالظبط كده بدا بقى يشتغل على نفسه جيم مثلا نروح مصيف نروح نلاقيه احنا بندور على الريستوران وهو بيروح بيدور على الجيم احنا بندور على الترفيه وهو بيدور على حاجات ينزل ويجري ويستغل يعمل سفاري هو حط هدف قدام عينيه بالظبط كده وقدر ينزل في الوزن وبدا يلعب المصارعه لما نزل وزنه وبدا ينشف في جسمه بدات الانطلاقه ليه بقى من عمر 12 سنه بداوا بقى الناس اللي المسؤولين في الاتحاد المصري للمصارعه ويجوا يبصوا كده يقول مشروع بطل مشروع بطل من غير ما ياخد اي ميداليه ما شاء الله مجرد التدريبات والاحتكاكات بس في الـ في الـ في الـ في البساط انا عايزه ارجع بس لجزئيه ان حضرتك قلتي ان هو كلمك وقال لك يا ماما الاكل وحش وبعدين حصلت طفره بان هو ابتدى هو اللي يرشد كانه نقول ايه دكتور تغذيه ما ناكلش كذا ونعمل كذا بيطبق ده لكل اصحابه دلوقتي كل المحاطين بيه فاكيد الفيتامين والمكملات الغذائيه ليها دور مهم جدا مش في حياه الابطال بس ولكن في حياه كل الناس اسمحي لنا هنشوف تقرير عن الموضوع ده ونرجع لحضراتكم مرة أخرى هو المفروض أن أي حد عايز ياخد فيتامينات أو مكملات غذائية لازم يستشير دكتور التغذية هو اللي بيعمله تحاليل معينة وهو اللي بيقوله حالته تستدعي ياخد أي نوع من أنواع الفيتامينات وعلى ما أعتقد أن هو أي حد بياخد المكملات الغذائية لازم يعمل تحليل غدة وكذا تحليل أن هو الدكتور يقدر يديله الكورس المناسب ليه هي الإسراف في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية هي مضرة فعلا يعني كترها مضر أي حد هيمشي عليها لازم باستشارة الدكتور اللي هو بيتابع معاه علشان خاطر ليها مدة معينة ولازم يوقفها أو يقللها كترها بتعمل نتيجة عكسية وممكن يبقى الشخص اللي بياكلها لو الطفل بتضره وبيخليه عنده نشاط زايد أكتر اولا علشان خاطر اخد فيتامينات او مكملات غذائيه لازم عن طريق الدكتور مش عن طريق الصيدلي لان ممكن الصيدلي يديلك وحتى ممكن يديلك الفيتامين ومش عارف ايه بس مش اللي جسمك يمشي معاه صح كده لازم الدكتور هو اللي بيكتب الكميه
وهو اللي بيحدد الوقت اللي تاخده والوقت اللي تعمل له قطع على طول وتوقف. طبعا اسراف في تناول المكملات الغذائيه والفيتامينات ده بيؤدي الى زياده الاضرار الجانبيه المتمثله في الفيتامينات دي او المكملات دي، لان احنا ما نعرفش احنا عندنا نقص فيتامين ايه، يعني لازم تحليل ولازم نعرف من دكتور متخصص ايه الفيتامين او ايه الماده او العنصر الناقص في جسمنا، وبناء على التحليل ده ناخد الفيتامين المناسب لينا. الحقيقه شيء جميل جدا ان المواطن المصري اصبح عنده وعي كبير قوي باهميه الفيتامينز، ومش مجرد ان احنا ناخدها بشكل عشوائي او نروح للصيدلي، لا لازم نحلل عشان نعرف ايه العنصر اللي احنا محتاجينه. دكتور نجلاء، هل مريتي بالجزئيه دي مع ادهم؟ ادهم وهو طفل صغير كان بيعاني من نقص كالسيوم، كان بياخد حقن في الفيتامين ومشي شويه على الفيتامينات لحد ما بقى كويس، ودي ثقافه كن يعني البعض يجهلها. يعني صحيح. ان احنا في بعض العناصر الغذائيه في يعني موجوده في الجسم احنا بنفتقدها، فلازم زي تحليل الانيميا، زي فيتامين د، كل الحاجات دي لازم ان احنا عدم تعرضنا للشمس، نقص فيتامين دي جدا جدا. فامهاتنا زمان كانوا لازم تتعرض للشمس عشان صحيح. فاحنا حتى احنا ولا عارفين نعمل ثقافه الامهات والاجداد صحيح. زمان ولا عارفين نواكب العصر اللي احنا فيه ان احنا ناخد الفيتامينات المناسبه لجسمنا. صحيح. فالتقرير ممتاز بجد، ويا ريت يبقى يعني انطلاقه لناس كتير تهتم بده. صحيح. هنرجع مره تانية لمسيره نجاحك مع ادهم. قدرنا ازاي نوصل بقى ان احنا نكون ابطال عالم؟ هو تدرج من بطوله الجمهوريه لافريقيا للبحر المتوسط بالزبط. ثم بطوله العالم بالظبط. هو بدا لعب الاول محافظه الجيزه. الجيزه دي عباره عن مناطق، قدر ان هو يجتزف وخد اول على الجيزه، وبعد كده اتصعد للجمهوريه. دي كانت بقى البدايه بتاعته لما سافر بورسعيد ولعب المباراه وخد بقى لاول مره، دي كانت الاولى والاخيره ياخد مركز تاني. فقالوا ان لازم يعملوا حاجه كده زي مباراه ما بين الاول والتاني علشان ده اللي هيتاهل لسفر الجزائر. دي بقى تصفيات نهائيه. تصفيات. فاتعملت في اسماعيليه، ولعب كان لاعب اسكندريه، ولد اسمه علي، ولد مؤدب محترم جدا، وكان ليه خبرات عديده جدا اكتر من ادهم. فما كانش حد متوقع، لان هو خد اول وادهم تاني، فما كانش حد متوقع انه يفوزوا. فلعبوا في المباراه دي، ادهم فاز، وفاز بطريقه لفتت الجميع. ايه هي؟ ادهم كان بيعمل ان هو بيتفرج على فيديوهات عالميه لناس في روسيا واوروبا. الله، ده حلو قوي، بيزود خبراته. ففازوا بعدم تكافؤ برمه عملها في لغه المصارعه. البرمه دي ان هو مسكه برمه بره جاب النهائي. فالناس يعني انت وصل للثقافه دي جابها منين؟ الجزئيه دي هو تلاقيه بيشغل فيديوهات، يعني انت خلاص انت بتشتغل على نفسك قوي، محدد هدفك، مش بتشتغل على امكانيات المدرب المحليه. البرمه دي بقى احساس الام بقى، وانا بشوف ابني الوحيد يعني ممكن يتصاب، بيقع وقعه جامده، هنا المشاعر الامومه بقى. والله بصي انا مش قادره اقول لك، انا في كل يعني ببقى اعصابي مش قادره اقول لك، وببكي بكاء او لا قدر الله نقول ايه حركه غلط. هو ده انا في موقف اللي هو اخر مباراه بقى اللي فاتت دي اللي هي في المغرب. حضرتك يعني لو في المواقع الالكترونيه والقنوات غطت واستقبلوه وعملوا معاه لقاءات ان هو فاز المباراه برجل واحده. اللي حصل ايه؟ انا طبعا مش بسافر معاه. الاتحاد هو اللي بيصفر اللعيبه، فاحنا بنشوفه عن طريق القنوات الخارجيه، فاحنا بنشغل عن طريق الامر الانترنت فانا بتفرج وانا بشوف المباراه، فوجئت انها وقفت وان حصل لوي لرجله فالكابتن بص بقى لما هيوقفوا المباراه وانت بعيد، وانا انا شايفه المنظر. لا انت بعيد كمكان يعني مش عارفه اروح له عشان احس بيه. انا مش عارفه. ف انا كل اللي قدرت ان انا اعمله ان انا سبت الشاشه وانا بتفرج، دخلت الاوضه قعدت اصلي، والله العظيم زي ما بقول لك كده. ما رفعتيش سماعه التليفون؟ ما هو يعني ما فيش، هتكلم مع مين؟ انت هم موجودين في دوله ثانيه
والكباتن والمدربين اللي معاه هم في البساط في المباراه، مش حد فاضيلي ومحدش بيرد ولا اي حاجه. بابا حاول مع الكابتن مش فاضي، لان الكابتن قال له اعتذر، لان هو على فكره بيعمل علاج طبيعي في رجله بسبب كده. وفاز المباراه وخد الذهب ورجع بيها وشرف مصر، وهو ادهم من نوع اللي ايه بيحب علم مصر قوي. يعني هو جاله من دوله عرض، بس الكلام ده لما رجع من اليونان انه يحترف في الدوله ما وباغراءات ماليه. فانا كأم صراحه عرضت عليه، يعني قلت له ايه رايك ويبقى وتسافر وتكمل دراستك، لان انت في ثانويه عامه وتكمل بقى جامعه. قال لي يا ماما انا ممكن كنت اخد القرار ده في حاله واحده، لو ما كنتش شفت السلام الجمهوري في بلدي ورفع علم بلدي. احساس يا ماما ده ما يقدرش بملايين العالم. اكيد اكيد. الحقيقه احنا فخورين جدا بدكتور نجلاء وبطلنا ادهم ساري، احنا نفسنا كان يبقى معانا النهارده، لكن احنا ان شاء الله بنتمنى في المره الجايه يكون معانا، هنتكلم معاه بشكل اكبر عن نجاحاته المتميزه. ايه النصيحه اللي حضرتك تقوليها لكل ام عندها مشروع بطل زي ما كان ادهم كده مشروع بطل؟ انا عايزه اقول نصيحه لكل ام، لو ما عندهاش مشروع بطل اعملي انت المشروع. صحيح صحيح. اعملي انت المشروع صحيح. لان دايما كنت اقولها في حياتي ان الام هي اساس حاجات كتير. شفتي حضرتك الواقعه بتاعت وهفضل اقررها، الولد راجح والولد محمود، القضيه دي كانت تناولها الاعلام فتره كبيره، ولد دافع على بنت عنده سموه محمود بالشهامه، وواحد تاني كان عندوش اخلاق. ما دي ربته ام ودي ربته ام. صحيح. مع كل التقدير لكل الامهات، فانت اللي بايديكي تخلقي بطل، تخلقي شخص مشرف بالظبط كده. صحيح. وحد نفتخر بيه كبلد، يعني مش كاسرتك كمان، انت بتدينا لا اما واحد سوي لا اما واحد مجرم. صحيح. وعايزه اقول حاجه، انا يعني بقدم شكر لسياده اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزاره، بصراحه يعني لكل الابطال مش ابني بس غير مقصر، بيروح يستقبلهم من المطار ودايما بيحفزهم بالمكافئات وبالتكريمات. بجد انا بشكرك يا سياده اللواء، وحضرتك يعني من الشخصيات المحترمه وتاريخك مشارك في كل المجالات، وبشكر يعني معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، هو لقب ابني بالدبابه من كتر قوته في المباراه، وفعلا بشكره ان هو فعلا يعني بيعمل اضافه. انت فعلا راعي الشباب في مصر وراعي الرياضه، وبشكر سيادتك وبشكر وجودي معاكي. ميرسي، انا سعيده بوجودك بوجودي معاكي، وان شاء الله المره الجايه يبقى ادهم معانا باذن الله. ميرسي دكتور نجلاء الناجي، ميرسي لوجودك معانا.